ما هي آخر التطورات لديك؟ نعم، آخر التطورات هو هذه التصريحات، وأيضا تصريحات جوايدو الذي قال في مقال له في نيويورك تايمز أنه أجرى اتصالات سرية مع بعض قيادات من المؤسسة العسكرية وقيادات من الأمن الفنزويلي، وفي محاولة لسحب الدعم الذي يقدموه إلى الرئيس مادورو. في المقابل بطبيعة الحال كانت المظاهرة الاحتجاجية يوم أمس فوجئنا بهذا العدد الكبير، وبعدها تقريبا بحوالي ساعتين أو 3 ساعات تم اعتقال عدد من الصحفيين، أكثر من 7 صحفيين أجانب منهم مراسل الوكالة الفرنسية تم اعتقاله، وبالإضافة إلى 6 آخرين منهم 2 من تشيلي وواحد من كولومبيا. ويبدو حتى الآن أن هناك محاولات من حكومة مادورو في محاولة لاستيعاب ما يحدث، وخصوصا أن يوم السبت المقبل ستظهر مظاهرة حاشدة دعا إليها جويدو للنزول إلى الشوارع والاحتجاج ومحاولة لتأييد الكونغرس أو البرلمان الذي يرأسه وتأييد موقفه بأنه الرئيس المؤقت للبلاد من أجل انتقال سلمي للسلطة بتأييد من المجتمع الدولي. بطبيعة الحال التأييد الذي جاء من البرلمان الأوروبي الذي صوت بنسبة كبيرة لصالح الاعتراف بخوان جوايدو كرئيس مؤقت، هذا سيدعم كثيرا موقفه، وخصوصا أن بريطانيا أيضا هي من تقود هذه المحادثات، وجيرمي هانت قال أنه تواصل مع جوايدو وأنه هو عمر المؤسسة العسكرية الاتصالات من قبل الاتحاد الأوروبي ومن بريطانيا في محاولة لتشديد العقوبات على مادورو، وربما سنسمع عن أن الاتحاد الأوروبي سيصدر بعض العقوبات الاقتصادية على مادورو. عمرو، ماذا عن المؤسسة العسكرية؟ هل هناك تصريحات من هذه المؤسسة بخصوص هذه المظاهرات والدعوات للوقوف إلى جانب المعارضة؟ عمرو، كنت أسألك عن موقف المؤسسة العسكرية حتى هذه اللحظة. يبدو أن عمرو لا يستطيع سماعي. شكرا جزيلا لك من كاراكاس عمرو المنيري مراسل الغد.